صباحكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله ويانا في حلقة الثلاثاء من برنامج شمس البحرين. صباح الخير بدر. صباح الخير شيماء، حلقة اليوم منوعة. عاد لكم من جديد مشاهدينا، ضيفنا اليوم قدر ينقل تراث مملكة البحرين للعالم كله بأسلوبه الخاص وحبه للتميز دفعه أنه يخرج عن المعتاد ويحقق إنجازات دولية ويمثل البحرين، يوصل رسالته الفنية للعالم. عبد الله حياك، صباح الخير. سهلا، صباح النور. شمس البحرين، الله يسلمك ان شاء الله. يعني من اول ما بدينا بالبرنامج اشوفك هني قاعد وقاعد بديت يمكن بهذه بالكوفي، بس اول شيء يعني انا انصدمت من الكوفي تكلم عنه، بس يمكن عبد الله انت تطورت لما وصلت لحرفه النحت. خلينا نتكلم شوي عن المراحل اللي مريت فيها. ما شاء الله تنحت وترسم. طبعا في البدايه في مجال الرسم يعني كنت ارسم ورسم اكريليك بالمائي على الورق من البدايه، هي ايام المدرسه. اوكي. فشوي شوي لما تطورت الواحد يحب يتميز، صح؟ فقلت ليش ما نرسم بالكوفي بالقهوه نشي، ورسمنا. قمت ارسم بالكوفي، وبعدها بعد قلنا ليش ما نتميز اكثر. يعني فنانين وايد ما شاء الله في مملكه البحرين رسم وكذي، فاتجهت الى مجال النحت والرسم بالحرق على الخشب كذلك. نفس ما تشوف هني، هذه حرق على الخشب مع الكوفي، يعني وظفت الالوان الاكريليك مع الكوفي وبالحرق على الخشب، ثلاث ما شاء الله الخامات. وهذه النحت على الخشب. النحت طبعا هاي مو كامله بعد، فجاي بالادوات اللي ننحت فيها هذه والازاميل. زين، يعني انا بسالك سؤال، اللوحه اذا بنرسمها اوكي عندنا ورقه بيضاء نرسمها، بس شلون تحول قطعه الخشب للوحه فنيه؟ هذا هو. انا ليش اتجهت الى مجال النحت، لان تحس ان قاعد شنو قاعد تتكلم وياك القطعه اللي يعني بالضبط. تشوفها قطعه قدامك ملموسه. يعني غير اللوحه بتكون رسمه، هذه لا، يعني خصوصا اذا يا احد يبي يشتري القطعه كني بايع قطعه من جسمي يعني معطاها. اي لان يعني اتوقع يعني الموضوع مو سهل، يعني انك انت تنحت. بس هذه الادوات المستخدمه في النحت، الادوات هذه الادوات النحت، يعني في ادوات يعني الازامير مختلفه اللي هي زاويه واشياء ان شاء الله توي اشكال على حسب يعني على حسب المكان اللي بتنحت فيه والطقة بهذه. وهذه المطرقة. اوكي. يمكن انا وشيماء من محبين الكوفي، عشان كذي انا استغربت ان الرسم اي فابتدينا اليوم. ايش تبين تقولين شيماء؟ معصومة لحظة فتحين المايك. من عشاق شيماء، من عشاق الكوفي، وعشان كذي قاعد تشرب قهوتها ما قدمت الفقرة. زين، خلينا نتكلم عن الكوفي تحديدا. الكوفي شلون ممكن نحافظ على اللوحة؟ يعني الكوفي مثلا عقب فترة اللي هو في البداية لازم أصبغ اللوحة الكانفاس بالصبغ الأكريليك الأبيض. أوكي. علشان المسامات تتسكر اللي في اللوحة، وبعدها أبتدي بالكوفي. أوكي. نرسم الكوفي بعد ما ينشف، عندي سبراي مثبت ترش على اللوحة. إذا شايك نجرب الحين نسوي شيء الحين قاعد توني اليوم قاعد يبون لايف جايب اللوحة بيضة من الصبح. حلو. توني بادي هني في الاستديو نسوي لكم بانوش. واغلب الاعمال اللي اشتغل عليها اغلب شيء تراثيه يعني تكون مبين. انا حتى ما شاء الله اللوحات اللي هناك في امل بعد بالكوفي، كلها بالكوفي. هذه كلها بالكوفي. هذه لين بالكوفي. ما شاء الله. هذه بالكوفي، هذه بالحرق على الخشب. بالحرق على الخشب مع اضافه الوان، وهم على البوانيش كوفي خفيف. يعني ما شاء الله الكوفي موجود في جميع اللوحات. اي نعم. فالمراحل اللي مريت فيها عشان كذي انت متميز بهالفن. يمكن الاكريليكس في البدايه، الكوفي، الخشب. نبتدي نرسم البانوش. فانت مجرد تتحكم بدرجات درجات يصير لايت دارك. هذا
المنافسة شلون اليوم؟ يمكن يعني أنا بقول منافسة أمانة، إذا أنت يمكن فنك عادي مو بغريب نفس اللي أنت قاعد تسوي إنك ترسم بالكوفي، لكن بعد في هذا المجال هل في منافسة تحس بالرسم مثلا بالكوفي؟ هي في النهاية كلها لوحات، يمكن يختلف الفن. هو يعني أنا لازلت يعني أعتبر نفسي قاعد أتعلم، يعني ما وصلت إلى، في أساتذة وايد يعني في البحرين، عندنا أستاذ جاسم المقابي ما شاء الله عليه، ونعم فيه أي فأستاذنا هاي، وفي يعني طبعا لو نتكلم مع المشاركات العالمية، طبعا شرفت مملكة البحرين في أكيد العديد من المحافل، خلينا نتكلم عن أهم المشاركات أو الإنجازات اللي حققت خارج البحرين. أهم المشاركة، آخر مشاركة كانت لي في النمسا يوم الخشب العالمي ودي، واللي قبلها كان في كمبوديا ولاوس، والسنة إن شاء الله بعد في اليابان إن شاء الله. اليابان إن شاء الله. فسنوياً هاي منظمة ودي تسوي في دولة من هذه الدول، والجميل إنه يختارون أماكن يعني في غابات وكذي، فنقطع الأشجار أو الأشجار المقطوعة هذه نشتغل عليها، وننح بعد المعرض يودونا بعد مكان غابة كذي مفتوحة، ونزرع ثلاث، كل فنان يزرع ثلاث شتلات بدل اللي نحتنا. لا فبرنامج كامل متكامل حلو يعني جميل، ومنها تختلط مع هاي النحاتين العالميين، تكتسب خبرات، تبادل خبرات. أكيد شيء طبيعي، بس هالمهرجانات اللي تشارك فيها يمكن أغلبها خاصة بالنحت على الخشب. هذه ودي يوم الخشب العالمي خاص بالخشب، يعني أي شيء له علاقة بالخشب. وآخر إيفنت كان في مملكة البحرين في مهرجان البحر. شارك، كنت مشارك النحت على الرمال. على الرمال بعد، ما شاء الله عليك. نتكلم عن جوائز، عبد الله حصلت على جوائز، يمكن نذكر أهم الجوائز اللي حصلت عليها. الجوائز حصلت في معرض ميكر فير دبي، ميكر فير الكويت، ميكر فير دبي، هذا اللي حصلت. خلينا نشوف هني شنو عندنا. التاج الأزرق، هذا هو من منظمة ميكر فير، من نفسهم ميكر فير. هذا التاج يحق لك تشارك في أي معرض عالمي ميكر فير. ممتاز. فحصلت أفضل عمل متميز، الأعمال المتميزة، من أفضل الأعمال المتميزة. ولو نتكلم عن القطع الموجودة هني بعد عندنا، هذه القطع خراطة الخشب. خراطة الخشب هو كلها خشب بحرينية محلية. والله. أي هذه خشب محلية، فنحولها في عندي ماشين أخرطها، فحاولت أدخل فيها إذا تلاحظ هذه القطعة حروفيات نحت يدوي عشان تكون القطعة فنية أكثر ما هي حرفة بس. سهل الحصول على خشب خصوصا إذا كان بحريني. الأخشاب أنا عندي. هاي وايد حلوة. عندي تعاون مع بلدية المحرق. فوقت اللي تطيح الأشجار أو شيء كلموني في المنطقة الفلانية في أشجار تقدر تروح تشيلهم وتستفيد منهم، فعندي ما شاء الله يعني مخزون أخشاب، وكلها أخشاب بحرينية محلية. عبد الله شنو رسالتك اليوم اللي تبي توصلها للعالم كله، يمكن الشباب تحديدا، شنو الشيء اللي قاعد تركز عليه في فنك غير التراث اللي ما شاء الله نشوفه واضح على أعمالك؟ رسالتنا للشباب الفنانين او الشباب الفنانين كل واحد عنده موهبه، يمكن انا اذكر يعني كل شخص. انا عندنا الحين ايفنت تاريخ 5 و6 و7 الشهر الجاي، يصادف الخميس والجمعه والسبت، بالتعاون مع منظمه ودي. اوكي. نسوي ايفنت خفيف يعني على قدنا، تجمع نحاتين وفنانين بحرينيين، الشغل بيكون كله على الخشب، فاللي حاب يشارك معنا بالعكس بيكون في ورشتنا في مزرعة كذي بسيطة، فتجمع وتبادل خبرات الفنانين، ومنها كل واحد ينتج له عمل، بيكون 3 أيام. أوكي. كل واحد يعني يمدي ينتج له عمل ويطلع هاي العمل باسمه، وعقب إن شاء الله نسوي معرض
نعرض فيه هذه المنتجات. حلو ان تتجمعون تتبادلون خبرات، هذا اهم شيء خصوصا الحين في الاجواء الحلوه، يعني ما نقدر نتجمع مكان مفتوح تشتغل، خصوصا شغلاتنا احنا تستخدم اجهزه وجراندرات هاي الامور، فيصير غبر او مكان محكور. حاليا الاجواء حلوه ومكان مفتوح لازم نشتغل فيه. نحات عبد الله الحاكي نورتنا في استديو شمس البحرين، يعطيك العافيه. الله يعافيك ان شاء الله، وانت وغيرك من الشباب بتوفيق في النجاح والنجاح. يمكن احنا خلال البرنامج دائما نحاول نجيب الشباب المتميز ونقدمهم للعالم. مشكور، الله يسلمك ان شاء الله. الله يعافيك. مشاهدينا، يمكن اهم سؤال تردد الامهات، واتوقع يمكن توافقيني الراي، انه شلون اخلي ولدي يحب الدراسه؟ يعني دائما في وقت التدريس تواجه الام صعوبات عديده، وكل ام تبحث عن حل سحري يخلي وقت تدريس اطفالها وقت ممتع ومرغوب بالنسبه لهم. اليوم معانا المدربه المعتمده في التعليم السريع الاستاذه منى حبيل، اللي بنناقشها حول هذا الموضوع، وان شاء الله تفيد الامهات اليوم اللي يعانون من تدريس ابنائهم. صباح الخير. صباح الخير استاذه هنيه. صباح النور، ان شاء الله. تفضلي استاذه. يعني حابين نتعرف على الاساليب التربويه اللي يجب على اولياء الامور اتباعها في البيت، خصوصا اثناء التدريس ما بعد المدرسه. اوكي، يسعد صباحكم. ان شاء الله. سؤال جدا مهم اللي قاعدين نطرحه، واليوم نواجه كثير من المشكلات. الامهات تقول ما قاعد يدرس، درجاته نازله، صار شد وجذب في البيت. قبل ما نبدأ بأساليب التدريس، إحنا لازم نفهم الأطفال شنو أهمية التدريس. صح. يعني ليش أنت تروح المدرسة؟ يعني اليوم يقول لك أوكي أنا ما أحتاج أروح المدرسة، بصير يوتيوبر. الأم تنصدم، شو يوتيوبر؟ إحنا دافع عليك سنين وبعدين تصير يوتيوبر، فتكون مفاجأة عندها. فمن أساليب التدريس في البيت، أفهم طبيعة الطفل. الطفل شنو طبيعته؟ هل هو سمعي يحب يبدأ بالنقاش والحوار سمعي؟ أو هو بصري يحب يشوف المعلومات صور قدامه، أو هو حسي يعني يستشعرها أنه يتلمسها من خلال الألحان، من خلال الصوت، من خلال الصورة، كأنه باكيج كامل. إذا أنا كأم فهمت طبيعة طفلي بساعده بشكل كبير في عملية التدريس. هذه نقطة. النقطة الثانية، كثير من الأمهات تركز على موضوع أنك لازم تحفظ المعلومة. زين، أنا مو كل شخص عنده قدرة أنه يحفظ. يعني استيعابي إلى الحفظ عندي مثلا ممكن أحفظ صفحتين. البنات يقول لهم يكرجون مثلا اجتماعيات شطار، الصبيان ما يكرجون. الهدف من التعليم هو انك تفهم المعلومه وتستخدمها في الوقت المناسب. احنا اطفالنا شو نسوي؟ قاعده يلا احفظ جدول الضرب. زين، شنو عمليه الضرب اصلا؟ اساس انه لو ما مو حافظ جدول الضرب، اكو انا عندي طريقه ثانيه. مثلا في الاجتماعيات لازم تحفظ تاريخ فتوحات البحرين. زين، فهميني بالضبط شنو فتوحات، شنو الفتوحات، راويني فيديو في ما شاء الله في اليوتيوب، خليها لي قصه دخول العلاء الحضرمي، البحرين، العاصمه، كلها الامور مهمه جدا في ضمن اساليب اللي هو التعليم. بس يعني يمكن يختلفون استاذ الاطفال في طبيعه تكوينهم، في طفل العنيد، الطفل اللي يمكن سهل تدريسه، شلون ممكن الامهات يتعاملون مع مختلف الشخصيات هذه؟ اول شغله عشان نرفع شعار الطفل العنيد، احلى طفل هذا العنيد. اي الطفل العنيد هذا احلى طفل. ليش؟ لان الطفل اللي سهل الانقياد ما يقول لا، معناته السهل الاخر يتبعه. يعني تخيل طفل يقول له شخص غريب برا تعال، فيروح وياه. مشكله كبيره، قد يتعرض الى تحرشات بسبب انه ما يقول لا. الطفل العنيد عنده قوة شخصية، باكر يقول ما أبغي هذا الشغلة وأبغي هذا الشغلة. المشكلة وين تكمن؟ تكمن إن الأم والولد عنده رأي. الأم تشوف دائما مصلحة الولد من رأيها هي، صح. والولد يشوف إن أمي قاعدة تفرض علي. على أساس إحنا ندخل في مرحلة الوسط ونقلل من الحرب اللي تصير في البيت والصراخ، نتفق يا على شغلة. الطفل العنيد عنده استقلالية، عنده آراء. أقول له أنت تبغي تدرس رياضيات أول لو تبغي اجتماعيات، أعطيه خيارين، احتمال هو يطرح خيار ثالث، يقول إنزين ما أبغى أدرسهم كلهم. أقول له أوكي، شنو المادة أحلى مادة نبغي نبتدي؟ قلت لك ما قلت لك أنا أقول أوكي أي، وبعدين أتصرف أشوف شغلة ثانية. لأن إذا تعطيه مباشر بيدخل وياك في حرب. بعد الطفل العنيد لا تكسر عناده بعناد، لأنك مو كاتب الواجب ما في بلاي ستيشن، ما بكتب ولا أبغى بلاي ستيشن، شو بتسوين الحين؟ صح، ما بسوي. لا تكسر عناده بعناد. حتى المو بعنيد بيتصرف نفس التصرف. لأنه بيشوف بعد الطفل العنيد يدري من وين يدخل لك.
يدري ان الساعه 2 امي راسها يعورها وتصدع، فبحين خلاص روح عمرك ما راجعت. والله تقوله الطفل عين جدا ذكي فعلا واقعي، والطفل فعلا يعني ذكي وعنده قدره على الحل والربط بيده. بالضبط. في السؤال الاول استاذه جاوبتي ان في طفل، في اطفال بصريين، اطفال حسيين، اطفال سمعيين. زين اذا في طفل مثلا يتميز بواحده من هالصفات، شلون الطريقه السهله اللي ممكن ان انا من خلالها اوصل له المعلومه، او ممكن أكي. مثلا يحفظ هذه السوره او يدرس هذه الخريطه او يحل هذه المساله في الماث مثلا. اوكي. الاطفال كلهم عندهم سمع وبصري وحسي، صح. بس واحد يختلف عند المستوى طبعا. زين خلينا نبتدي بالبصري. اذا بنتي بصريه وابغيها تحفظ سوره الفيل، اول خطا نسوي احنا نعيد السوره 50 مره. اللي تقول ماما ما احفظ، بنتي بصريه وما كان عندها تسميع. زين هني الخلل في الام مو في الطفله. روحي شغل اليوتيوب قصه سوره الفيل، خلها طالعه. اوكي خليها ترسم الخطوات، خلاص حفظتها، لان البصر يعتمد على انتقال الصور في ربط الاحداث. صحيح. خلاص تحفظها، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، شدي صار شدي صار، وخلاص ابتدي حفظيها. في النهايه بالضبط، لانها تعتمد على نظامها البصري. تخيلوا طفل سمعي وانا اعطيه صوره، يقول زين وش صار بعدين؟ يعني ابغى تكلمه يقولي لي ايش صاير. فالطفل مهم ان احنا نعرف من وين ندخل اليه. اذا طفل اكبر مثلا في الصف السادس، اعلمه مايند ماب، شلون اسوي الخارطه الذهنيه. الخارطه الذهنيه تعتمد على الالوان، تعتمد على الاختصار، وتعتمد على الصور البسيطه. هذه جدا جدا مفيده، واليوم دراسات ماجستير تعتمد كامل على الخارطه الذهنيه، بل ملخص كامل للقران الكريم، سوى القران الكريم كلها في خارطه ذهنيه. فالام الذكيه هي تعرف من وين المفتاح يدخل اليه، عشان ما يدخلش من ورا، ما يدخل اي ثاني، ما يدخل من باب ثاني ولا من الدريشه لانه بينط. فهو جدا ذكي انه يعرف يتعامل وياكم في هذه النقطه. زين استاذه منى، يعني الطفل وصل البيت من المدرسه، متى على الام انها تبتدي عمليه التدريس؟ يعني في امهات على طول عقب الغداء، في امهات لا يعطونهم بريك، يعني انا مثلا. وبعدين خلينا نكون صريحين، يعني يعتمد على المدرسه وحجم الواجبات اللي يكلفون فيها الطالب نفسه. يعني انا مثلا والدتي تقعد ويا ولد اختي من تقريبا يعني الساعه 3:30 بس تقعد وياه وقت طويل ترى، وتعطيه بريكات، بس في النهايه لازم يخلص اللي عليه. زين الام شلون تتصرف معه؟ السؤال هذا اقابله بسؤال ثاني، المدرسه لمن؟ ليا كأم لو للابن نفسه لو لولدي؟ هذه اليوم اللي اتمنى ان الامهات تسمعني والاباء. الطفل لما يروح المدرسه ويحل الواجبات مسؤوليته هو، مو مسؤوليتي افتح الشنطه. احنا ايش صار عندنا؟ شنو ماما وصل يلا اتغدى تعال بطل، هي تحزب وبعد عنده امتحان انجليزي، هو اللي بقدم مو تين. بس اللوم لما مثلا درجات الطفل تنزل مستواه على عاتق الام، اللوم على الام. ما درستي، ما جابلتي، ما حفظتي. راح نقول وين النقطه اللي تصير. الام خلقت عند الابن حاجة دائمة إلى وجودها، يعني إن الإبن ما راح يبدأ يتعلم إلا من خلال إن الأم قاعدة جنبه وتلقمه المعلومات، تعطيه الأكل المعلومات. زين لو الطفل من عمر الروضة من عمر 3 سنوات خلاص عطيته قاعدة موجودة في كل البيت ولكل الأبناء، ماما اليوم تغدينا نغسل إيدنا شوي تريح، بتطالع أي رسوم شوفي شلون الخطوات، بطالع هذا الرسوم أوكي، بعدها شنو عطوكم اليوم؟ عطونا ورقة أوكي تلونها واروح وارجع، هني عطيتها تفويض، بديت اي اعوده شوي شوي. لكن الى صف السادس انا قاعده وياه والخص له العلوم والعربي والرياضيات وما حفظ واني احاتيه. فشنو اي فشنو بالضبط؟ حتى في اول اعدادي بيقول ماما عندي امتحان شو اسوي؟ يعني معناته انه في خلل، لذلك المدرسه تلجا الى الام لان معتقده ان الام لازم تقعد وياه، وهذا خطا. اعطى عمليه ان في جدول، ان احنا لازم نراجع بتبدي باي ماده، اعطى مهارات. بعد في خطوه الامهات اليوم قاعدين يسمونها تحتسب اليهم وعليهم، يعني مثلا تقول انا بخليه يدرس بروحه، تخليه يدرس بروحه قبل الامتحان باسبوع، ولين هذا الطفل ياب درجه نازله تلومه، لا انت ما علمتيني، انت اعطيتيني الباب امشي بس ما قلتيني انا بتواجه صعوبات. اذا ابغى ابدي وياه من بدايه المدرسه، شنو الاشياء اللي نحفظها؟ شنو الاشياء اللي نستخدمها؟ فلما الامتحان المنتصف انا اوريدي مراجعه وياه وهو ماخذ الدرجه اللي بيجيبها ممتاز، انت ما شاء الله عليك قوي اكو قدر يراجع بروحه، واعطيه نوع من التعزيز والفخر. والله ما حد عرف لها الا امي.
نجحتي حق روحك، زي بتفشلين روحك بالضبط. جبتي امتياز، هاي الجمله والله اللي استفزتني. شنو سويتي؟ جبتي امتياز، صورتك انت بتنحط في الجريده مو صورتي، وجبتي امتياز نحط صورتي بالجريده. هاي القهر نفعني والله. هذه القاعده الصحيحه. هذه القاعده الصحيحه، لان اليوم الامهات تقيس نجاح الاطفال بدرجاته، وهذا اكبر محبط. يعني ممكن انا شخص اساسا ما ليا في الحفظ، نصبيان مساكين ما ليهم في الحفظ، تقول لأمه أحد يرسل في الدين، أحد يرسل في الاجتماعيات، فشلتنا. أنا مالية في الحفظ. لازم تعرف التكنيك عشان تقدر تساعدني، ودرجاتي مو هي أني، درجاتي مقدار حفظي وتذكري. صحيح صحيح. يمكن اليوم الفقرة كانت أنا بالنسبة لي مفيدة واستمتعت فيها. أي فعلا، وعرفت على الأقل شنو الأشياء اللي ممكن أنا أسويها، والأشياء اللي مفروض أنها هي يعني تطلع من قاموس حياتي. شكرا لك أستاذة منى، الحديث معك شيق وممتع، على امل ان احنا نلتقي فيك بعد مرات متكرره ان شاء الله في شمس البحرين. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. شكرا لك. الله يسعدك. يلا يلا نروح المطبخ. نروح صباحكم الله بالخير مشاهدين برنامج شمس البحرين. خطوط عالم المكياج كثيرة ومليئة بأدق التفاصيل، ومع كل فصل تتجدد موضة الألوان، مو بس في عالم الأزياء إنما في عالم المكياج أيضا. اليوم في فقرة موضة بنتعرف على ألوان موسم شتاء 2020 في عالم المكياج مع خبيرة التجميل أزهار حبيل. صباح الخير. صباح النور. نورتينا أزهار. مشكورة. النور نور كام أزهار. مثل ما تشوف اليوم عندنا موديل وجهزتيها تقريبا نص المكياج قبل الهواء، فكلمينا شوية عن تفاصيل هذا اللوك. أوكي، تقريبا بنقول ثلاثة أرباع الميك اب تقريبا جاهز، بس خليك الأشياء الفاينل تاتش المهمة اللي شوي فيهم فكرة ويسوون تغيير حق المكياج. بالضبط، يسوون تغيير في الميك اب. طبعا احنا في سيزن وينتر، يعني ألوان شوي تروح للدارك أكثر، بس في النهاية احنا لازم بعد نحط في بالنا شيء اسمه موازنة في الميك اب. اول شغلة على حسب البشرة وعلى حسب الملامح وعلى حسب السن وعلى حسب المناسبة بعد اللي احنا رايحينها. بالضبط بالضبط اختي اسماء، على حسب المناسبة اللي بنروحها. يعني احنا ما نقدر نروح حتى لو هو سيزن وينتر الدوام بمثلا لوك سموكي غامج مثل اللي سويته وجلاتري. حلو. فاللوك اللي سويته اليوم لوك يعني مناسب لها وحق لون بشرتها، وفي نفس الوقت حق السيزن بما انه هو وينتر، فراح تعتمد على الوان شوي غامجه في العين. حلو. طبعا انا اللي سويته لها الوان الجراي، which is هو اصلا يعني ترند يكون في الوينتر اكثر. حلو. خصوصا اذا كان شوي جلتري بعد مع براون. جميل. الحين بتكملين خطوات المكياج اللي بديتي، فشنو اول خطوه بتبتدين فيها؟ انا سويت لها كونتور مبدئي. بس راح اسوي شوي عليه ازيده اكثر، واستخدم لها اللي هو مات برونزر بسيط، لان هي شويه يعني بيضة. اي، ويعني مثل ما تشوفين لون عينها ملونه ما شاء الله، فاحنا ما يصير نروح وايد دارك، لازم نحط في بالنا بعد التون مال السكن مالها. ازهار فلشت شوي الكونتور او البرونزر، نحاول نخفف من حدته ولا نزيده؟ اي بس انا مستخدمتك بس كونتور. إيه. علشان اسوي موازنه او بالانس حق السكن. إيه. لان دائما عندنا فكرات البرونزر حق فصل الصيف. إيه. وحق التان وكذي. لا، هو تروحين حق شمري اكثر حق. إيه. الصيف، ومات اكثر تستخدمينه ككونتور، خصوصا حق الاشخاص اللي مبتدئات او مثلا. إيه. حق ديلي ميك اب يستخدمون برونزر، يكون مات بيكون افضل. حلو. بستخدم بحط لها الحين البلاشر. البلاشر اكثر شيء ينحط على تفاحة الوجنتين. إيه. بالعربي الابل اوف تشيكس. انزين، فانا استخدمت لها صاير يعني ما بين المات الى شوي الشمر. إيه. بسيط، فانا بحطه بركزه هني وبعدين بوديه على الكونتور او البرونزر اللي حطيته. حلو. شنو الالوان اللي تفضلينها حق البلاشر؟ انزين، انا يعني وايد تركي في البلاشر، وايد. إيه. معقد شوي في هاي الموضوع. إيه. ودائما افضل انه ما يكون اللون وايد صريح، مثلا بينك
أو وايد صريح يكون مثلا بيتش. أنا وايد أحب إنه يكون ما بين البينك والبيتش بناسب تجمعين بين اللونين. إيه؟ إيه بناسب تقريبا جميع الدرجات أكثر. حلو. يعني إنزين طبعا هبة الهايلايتر. إيه؟ فأنا وايد أحط بلاشر هايلايت إنزين خصوصا إذا أبي أسوي البشرة تكون شوية كأنها دوي. إيه؟ وكأنها يعني وايد دارج هاي اللوك أصلا مؤخرا بين البنات، يعني سواء حق الصبح ولا حتى في الليل وايد يعتمدون هذه اللوك. بالضبط. فأنا مثل ما شفتي حطيت البلاشر بس شوي تاتش بسيط بحط هاي اللون على اللي هو يعني قريب من عظمة الخدين. هذه الهايلايت. لا هاي البلاشر هايلايت. اوكي. ما قاعدة احطه وايد هاي غير عن الهايلايت. اي اي غير. حلو. عن الهايلايت. فهاي يعطي جلو يعطي الوجه إشراقة ويبين انه هو هيلثي يعني اكثر. زين. بس البلاشر الهايلايت ازهار اتوقع انه مو كل بنية تقدر تستخدمه. صح صح. شكرا لانك جبتي هاي النقطة. طبعا البلاشر هايلايت اللي عندها open pores مسامات مفتوحة تبتعد عنه، اللي عندها حرار في هاي المنطقة تبتعد عنه لأنه يبرز عيوب البشرة. بالضبط. إيه؟ إيه؟ فيفضل تروح على الألوان المات بس إذا. حلو. كانت بشرتها زينة ما فيها شيء أوكي. وحتى البشرة اللي وايد دراي. إيه؟ بعد تبتعد عن الهايلايتر لأنه. حلو. يمكن يبين أكثر أنه هو شوية البشرة مشققة من بعد ما تحط الهايلايتر. حلو. أزهر يعني في عالم المكياج كل خطوة تكمل الثانية. إذا أنا أبي أخصص الأدوات اللي أنا بستخدمها مثلاً حق اللوك الشتوي، شنو أهم الأدوات اللي لازم تتوفر عندي؟ أهم الأدوات طبعاً الليبستيك لازم يكونون شوية يناسبون الوينتر أكثر. أي. إنه يكونون قوامج أكثر. يمكن الهايلايت شوي نقلله عن الصيف. عن الصيف. إيه؟ بس لانه يعني الهايلايت صار مرتبط بان الانسانه تحس روحها انها شيء واثقه من نفسها اكثر وانها. إيه؟ تحس روحها جلو. إيه؟ اكثر وجهها شيء منور اكثر. فليه هاي السيزن لهاي الوينتر بعد يعني الترند بعد الهايلايت بعد. حلو. موجود وياه يعني. إيه إيه؟ بس انا اركز على البلاشر هايلايت إنه ما يكون وايد الهايلايتر مثلاً بيج أو ذهبي، أركز على البلاشر هايلايت على أساس يبين إنه هو شوية محافظين على الترند. يعكس لون البشرة نفسها. بالضبط. شنا فيها نظارة أكثر. بالضبط. بالضبط. حلو. إنزين فالحين بحط الهايلايت بس بحطه بكمية جداً قليلة. أي. على هاي المنطقة. أنا وايد حبيت التكنيك اللي قاعد تسوينه. ان البلاشر كان فيه هايلايت بس. إيه؟ حطيتيه في مكان معين ذي قاعد يعكس الهايلايت نفسه. بالضبط. فصاير وايد حلو ما شاء الله. شكرا. هاي التكنيك. إيه؟ يعطيك تدرج في لون البلاشر وفي نفس الوقت لما تشوفينه من اي اتجاه تحسين انه في لمعه وفي جلو في الوجه. حلو. وحتى رسمه الوجه صايره وايد اجمل. بالضبط. يعني اذا تلاحظين البلاشر حطيته هناك بعدين درجت لي البلاشر هايلايت بعدين الهايلايت الذهبي بس حطيت كمية جدا بسيطة علشان ما يصير وايد مثل ما قلنا احنا لازم نحافظ. أيه. على السيزن اللي احنا أكيد فيه. أكيد أكيد. أزهار يمكن أنا دائما أقول إن الهايلايت سلاح ذو حدين. أي. يعني هو يحلي المكياج يعني هو يعني يخرب اللوك كامل. فأنتي فعلا أيتي هذه الاعتقاد حتى المفروض. أحل أتوقع البنات خلاص صاروا يتعلمون من الميك اب توتوريالز. إيه إيه ما شاء الله كل شيء في كل وسائل التواصل الاجتماعي موجودين الميك اب ارتست قاعدين يقدمون هذه المعلومات حق البنات. بالضبط. أسمى بصراحة يعني البنات الحين على وعي كبير. فعلا. في مجال الميك اب خصوصا البحرينيات ما شاء الله عليهم البنات مبدعات. يعني مبدعات دايماً. في جميع المجالات. فعلاً. إنزين. بنروح الحين لللبستيك. أنا بحط لها نود بس على براون. حلو. إنزين لأني بحافظ على أبي أحافظ على اللوك مالي إن أنا ما بحط شيء وايد دارك في اللبستيك. إيه؟ بس لأنه هو ترند فبروح حق نود بس شوي يكون غامج. إيه؟ فأنا بخلط لونين مع بعض على أساس إن هي بشرتها شوي فاتحة فبخلط البراون شوي النود على النود الفاتح. حلو. فأول شيء برسم شفايفها.
بالليب لاينر أزهر. يمكن وايد بنات ما يعرفون يختارون مو اللون، درجة اللون اللي تناسبهم. إيه؟ شلون تختار البنية درجة اللون الحمرة اللي تناسبها؟ أوكي. أول شيء في قاعدة وايد بسيطة بنعتمدها، ألا وهو لون البشرة. حلو. يعني إذا كانت البشرة بيضة بتروح حق الألوان الأفتح، طبعاً هو في النهاية على حسب ذوقها، يعني في ناس تحب الألوان الأورنج، في ناس لا تحب الألوان اللي أكثر على بينك، فهو ذوق شخصي. وأنا دائماً أقول بالنسبة، يعني مثلاً أنا حق زبايني أختار معاهم اللوك كله، بس لما تي وقت الحمراء أقول لها دوري هذه أنا ما بستشيرش فيها، لازم أنت تقولين لي، تقول لي يلا طلعي لي الالوان وانت اختاري لي. لا انا بعرف شنو ذوقك، تروحين فاتح، تروحين غامق، تروحين وسط. ويعني معظم الكاستمرز اللي احس انهم ما يعرفون شنو يبون اروح حق لون يكون وسط اكثر. فاحس انه يعني البشرات الفاتحه تروح حق الالوان الافتح. البشرات المتوسطه السمراء، يعني بقول هو شنو تدرج الحنطيه اللي السمراء بتروح لي الالوان الميديم، والدارك سكينز بيروحون حق الوان الغامجه، يعني المارون اللي هو البنفسجي الغامج، يعني في درجات معينه تناسبهم اكثر. ازهار هالسيزن او شتاء 2020 وايد قاعده اشوف ان الحمرة الحمراء واللون الماروني راجع بقوه. اي فوايد اشوف ان اغلب التوتوريالز في السوشيال ميديا قاعده تعتمد على الحمرة الغامجه والميك اب السوفت او حتى السموك الناعم مع الحمره الغامجه وايد. الله يسلمك اسمه. بالنسبه حق الارواج في هاي الشتاء، يعني هو كل شتاء طبعا في الوان اساسيه تطلع ترند، يعني مثلا اللي هو المارون هاي يعتبر شيء لون اساسي في فعلا في الوان مكياج عند كل بنت بالضبط. بس شنو يعني الاحمر لون كلاسيك يعتبر، صحيح، لكن هابين فيه ليش؟ لان في ناس ما يقدرون يروحون حق اللي هو اللون الماروني، يحسونه وايد تو ماتش، وايد اي غامق، فيروحون حق اي الوان، يروحون حق الالوان اللي صايره احمر على فوشي اللي هي لون الرمان. حلو. هذه لون الرمان هاي الشيد بالذات وايد ترند عندي، يا براويك اياه، براويك اللون. احنا تقريبا كذي خلصنا اللوك. هذه اخر خطوه اللي هي الحمراء. انا وايد حبيت اللوك صراحه. شكرا. اللي هو سموك، بس السموك ال الناعم اللي قاعد يبرز ملامح وجهها، هي ملامحها ما شاء الله طفوليه. أيه؟ بس برز ملامحها بشكل وايد حلو. اسم اللوك هو شوي يعني صاير سموكي كلاسيك، صحيح، اللي ما فيه يعني اذا تلاحظين انا ما حطيت لها اي لاينر، وهاي عشان ما يصير في حدود للعين. هاي الكلاسيك سموكي. حلو. الطبيعي. بس شنو ضفت عليه؟ جلتر، لان الجليتر شوي مو كلاسيك يعني، فانا ضفت عليه جليتر عشان بس يعطيها شيء اشراقه حق عيونها اكثر. حلو. انت حطيتي اللون اللي اغمج قبل. ايه؟ بعدين الحين بتفتحينه بشوي، بحط اللي هو النود. ايه؟ بس وسط الشفايف شوي علشان يعطيها شفايف ممتليه اكثر. حلو. طبعا مثل ما تشوفون مشاهدينا، هذه اللوك اللي جهزت لنا خبيرة التجميل أزهار حبيل. أزهار حبيل كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم، ويعطيك العافية صراحة. شكرا على الاستضافة، وكان لي الشرف أن أنا أكون متواجدة معاكم اليوم. نورتينا. وإن شاء الله أشوفكم في فقرات ثانية. إن شاء الله أكيد. مشاهدينا نتمنى تكونون استفدتوا من فقرة اليوم، نشوفكم الأسبوع القادم بموضوع جديد، انتظرونا. أما الحين نرجع البدر وشيماء. في
في عودة لذاكرة تاريخ البرامج التلفزيونية ذات الطابع العفوي البسيط واللي تركت أثر في نفوس متابعينها من جيل السبعينات والثمانينات، ومنها برنامج المسابقات الشهير فارس الأسبوع. اكتشاف وأن يكتشف مرض أو شيء. يكتشف مرض؟ لا، يكتشف عن يعني شو الفرق بين الاكتشاف والاختراع؟ اختراع يخترق جهاز، انا ابغي خلوا على راحته. يبغي الفرق بين الاكتشاف والاختراع. اختراع هو يخترع جهاز، اذا جهاز مهما كان زين، والاكتشاف يكتشف من ناحيه يعني اكتشاف مرض او يعني. سؤالنا القادم: محمية العرين مشروع كبير في البحرين يضم حيوانات برية وطيور مختلفة، هل تعرف أين توجد منطقة العرين؟ زلاب. لا، حديقة حيوان. لا. قناة البحرين الأول أعادت إحياء هذه البرامج اللي لها شعبية في المجتمع البحريني والخليجي. يا ريم وادي ثقيف لطيف، جسمك لطيف، ما شفت أنا لك وصيف. والله يسلمك. بعض الدراولية يعني بعض منهم، مو كلهم، بعض منهم كلهم مستعجلين لين جل الخطوط، يطالع مرة فقيلة بتعبر الشارع لازم يعطيها شانس. رجال مثلا ضعيف يبى يطوف يعطونا شانس مال المدرسة، بس هذا واصل ولا يدري، وتلقى سيارة الانداس البريك في ترداك الصوب. إيه؟ عنده يوقف هناك شرطي المرور. إيه؟ يوقف يطوف دلين جهال وهذا، ويطوف نحن بعاد الكبار وياهم، من هو يقدر عليهم؟ وإذا ما يكفون شرطة المرور ما حد يوقف كان طل الطلاب في المدارس ولا حد يوصل بيوتهم. الحقيقة شرطة المرور واجد يشتغلون في الشمس المحرقة وهو واقف بلي ولا بعد ابدا، ممنوع. عجيب. ها، لابس الدرس يعني واقف رسمي على الشارع ما يتغير، اما انه عناك في السوق والله في الشوارع لا، مطر يمطر وهو واقف مستمد، حار وهو واقف مستمد، وش عبالك انت؟ لكن هالناس ما تقدر الشغل. لكن الحين ريحوهم بهذا لين الخضران والحمران. ايه هذه الاشاره. ايه ريحوهم واجد اخويا. اي بس هالناس بعد انت توقف تحارس الاشاره تصير خضراء، من تصير صفر اضرب لك هرم. طاعت اصبر عاد هذا وين. مشاهدينا، تجمع الاهل والاصدقاء حول شاشه التلفزيون قبل ولحظه الحماس في انتظار بث برنامجهم المفضل لمعرفه المتسابق بلقب فارس الاسبوع. كانت ذكريات رجعت لنا اليوم قناه البحرين الاول، وفي فقرتنا اليوم راح نتكلم عن هذه البرنامج اللي حصل على شهرة كبيرة في فترة الثمانينات. معنا اليوم الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية الأستاذ حسن كمال، منورنا في شمس البحرين ومنور شاشة تلفزيون البحرين. حياكم الله. الله يحييك أستاذي. شنو كان شعورك وقت ما أعادت قناة البحرين الأول بث البرنامج؟ والله أنا شدتني تماماً فكرة البحرين الأول. الفكرة جديدة وجميلة، فيها تنويع وفيها إعادة تذكر. صحيح. ذكريات جميلة بالنسبة لمقدمي ومعدي هاي البرامج، وبالنسبة للجمهور اللي كان حاضر فيها، وبالنسبة حتى لجميع أهالي البحرين والمنطقة الخليج في تلك الفترة الجميلة من تاريخنا الإعلامي والتلفزيوني على وجه الخصوص. نعم. الفكرة كانت يعني تجمع هؤلاء الناس، مسؤولين وعاديين وعاملين في الجهاز الإعلامي. نعم. فالأخ عيسى المقهوي يستحق مكافأة أو تقدير أو ترقية أو كل شيء، ويستحق الشكر الجزيل على هالفكرة الرائعة. جميل أن تجي الفكرة من أحد موظفي الجهاز الإعلامي لتعطي المزيد من التنوع من الجمال على البرامج. تفضل. أول ما شفت البرنامج تذكرت كم سنة وراء؟ طبعا يعني رجعت لك الذكريات سنة 80، يعني 40 سنة ما شاء الله. وقبل 40 سنة في برامج يعني الناس يعني في الوقت نفسه كنت أترحم على كثير من المسؤولين والأصدقاء والناس اللي كانوا في ذلك الزمن،
سواء في حضورهم الحفلات الرسمية أو حضورهم المعارض والمنتديات الثقافية والفنية أو خروجهم في التلفزيون. فارس الأسبوع مثلاً يعني هذا ابتدى في الثمانينات، لكن الجمهور الحاضر في حلقاته ونشوفهم أنهم كانوا صغار في السن، هذا لأن كلهم صاروا رجال المستقبل، رجال الوقت الحاضر. فهؤلاء يعني ملآنين بالذكريات وبالتصور الجميل لفترة حياتهم اللي مرت خلال هاي السنوات الطويلة العريضة. ويعني نلاحظ أيضا أن يعني نقص الإمكانيات المادية وما نقول البشرية، البشرية بالتأكيد كانت فترة غنية بكل الشخصيات اللي ممكن أن تعمل برامج من هالنوع وأحسن، لكن يعني لدرجة أن المكيف أغلب الأحيان ما يشتغل في الاستوديو، تشوف الجمهور يعني يروحون عن نفسهم بالكارد ببطاقة الدعوة للهوى، لكن مع ذلك يحضرون البرنامج. يعني مع ذلك العاملين في الجهاز نفسه من فني صوت وإضاءة وكاميرا وجميع الأعمال التلفزيونية قائمين بواجبهم أحسن قيام رغم كل هذه الظروف. بس حتى تقنيات أستاذي، يعني التقنيات قبل كانت بسيطة، اليوم مع تطور التكنولوجيا والتقنيات الجديدة يمكن لما تشوف البرنامج يمكن السر هي في الفكرة. خلينا نتكلم شلون ظهرت معاكم فكرة هذا البرنامج. والله من ضمن الأفكار مثل ما جت الفكرة حق الأخ عيسى المقهوي أن قناة البحرين الأول، فكانت أحد الأفكار لأحد البرامج اللي هو على شكل مسابقات وهادف طبعاً يعطي معلومات كثيرة ويعطي فقرات تسلية ويعطي هوايات جديدة تطلع أو يعني مواهب جديدة عند بعض الجمهور، وكذلك يعني استعنا بلجنة دائماً نعطيها أسئلة اللي تجيب عليها بإجابات مختلفة، وهني نطلع فارس الأسبوع أو يعني نجم الأسبوع اللي يفوز في المسابقات ويجيب على كل الأسئلة. والرسالة الحقيقة رسالة سامية، ولو كانت إن يعني جوائزنا بسيطة بسيطة، لكن احنا نشكر الجمهور على تقبله وعلى حضوره وعلى مشاركته. في نفس الوقت يعني نطلب من الجمهور العام من جميع الناس يعني يعطونا العذر على ظروفنا وعلى وقتنا، ويعطون الجمهور العذر على مثلا حضورهم وعدم الاستطاعة على الإجابة على بعض الأسئلة، لكن في مجمل الواقع إن كلها أسئلة ومعلومات مهمة ومثقفة ومفتوحة على العالم ككل في جميع الفروع، فهذه أيضا فائدة كبيرة منه. يمكن نفس ما شفنا بالبرنامج وحضرتك تفضلت فينا، البرنامج كان يحتوي على عدة فقرات، شنو الفقرة اللي كانت الأقرب لقلبك كنت استانس عليها هذه؟ والله يعني البرنامج طبعا أنا فيه من الألف إلى الياء بالتأكيد، فلذلك يعني استانس من 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 فكرة الحجي وأحمد جاسم خلف وصالح حسن، هذين يعني عندهم موهبة جميلة لطيفة، بمجرد ما نعطيهم الفكرة، أعطيهم الفكرة فقط أن أنتوا شخصين عندكم مشكلة كجارين على موقف سيارة أو على فتح بلكونة على بعض أو أي قضية، فهم يناقشونها فيما بينهم بتلقائية بدون إعداد مسبق وبدون نص بدون كتابة بدون حفظ، فلذلك يعني عمل فني آني في نفس الوقت يعتمد على موهبة الممثلين جاسم خلف وصالح حسن. الفريق كله في البرنامج كان يعني بتعاونه يعطي صورة واضحة عما يجب
أن يكون عليه التعاون الإعلامي لإعداد وتقديم برنامج من هذا النوع. اللجنة نفسها يعني اللي كانت مكونة مثلا من عبد الجليل الصفار وكريمة زيداني والأخ سعيد الحمد ويتبدلون طبعا في بعض الحلقات الأخرى، ولكن يعني هؤلاء أيضا من المساهمين في البرنامج. عندك المساهمين أيضا فقرة الطرب، يعني الطرب يعني فقرة فنية وللتسلية أيضا. نعم. وطبعا تندرج تحتها أسئلة في الفن، لمن هذه الأغنية أو لمن كلمات هذه الأغنية أو لمن لحن هذه الأغنية، كلها معلومات فنية تفيد المستمع بطريقة أو بأخرى. نشكر طبعا الأخوة الفنانين اللي كانوا معانا صاحبونا في الغناء، يعني وعلى اختلافهم مثلا حسن عراد، محمد جمال، جمعان زيد، رحمت الذوادي، فكلهم الجماعة، محمد الذوادي، ساعدونا في العزف أو في الغناء أو في الإيقاع. جميع هذه العناصر الفنية أيضا عندما تشترك في برنامج، إضافة للمعلومات والأسئلة والأجوبة، إضافة إلى جوائزنا البسيطة، تعطي البرنامج نوع من الخصوصية. يمكن اليوم بسيطة بس على ذيك الأيام أتوقع كانت مو بسيطة يعني. ما أعتقد والله. الحين أسعارها أغلى أكيد، أسعارها أغلى من ذيك الأيام. يعني هو التكامل هو يمكن نفس ما ذكرت كان سبب في نجاح البرنامج اللي يمكن أدى إلى إعادة عرضه على تلفزيون أتوقع الإمارات. يمكن ذكرت أنت فارس الأسبوع وذكرت نجم الأسبوع. نجم الأسبوع سميناه في الإمارات نجم الأسبوع لرغبة التلفزيون دبي في مثلاً بث هذا البرنامج من قناتهم، فطلبوا منا أن نذهب لتسجيله في استوديوهات دبي، وبالفعل يمكن لمدة 9 سنوات سجلنا، لكن بس لرمضان 5 حلقات، حلقة أسبوعية وحلقة للعيد. أما في تلفزيون البحرين فنقدم كل دورة تتكون من 13 حلقة وابتداء من 80، فيعني العدد كبير من الحلقات والعدد كبير من المشاهدين والعدد الكبير من المشتركين فيه والحضور للاستوديو والفائزين بجوائزنا. يمكن من الصعب أستاذ حسن أن احنا ننسى مثل هذه البرامج اللي يمكن كثير من الناس على ذيك الأيام ما عندها غير التلفزيون، قاعدة مجابلة التلفزيون طول اليوم، واليوم أكيد قناة بحرين الأول نفس ما ذكرنا استرجعت لنا هذه الذكريات. أنا أشكر وجودك وتشرفت بلقائك أستاذ حسن كمال. حياكم الله، شرفني ويعني أسعدتني فكرة البرنامج وبرامجنا، ذكرنا بأيام جميلة للإعلام وللعمر حتى. الله يسلمك. يعطيكم العافية مشاهدينا، فقرتنا الأخيرة اليوم راح تكون مع لغة الإشارة. راح ندرب اليوم على إشارات جديدة خاصة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية مع مدربة لغة الإشارة عبير سلوم. صباح الخير. صباح الخير جميعا. صباح الخير. صباح صباح, صباح, صباح الورد. الورد الورد. أيوة صباح الورد. شلونك؟ ان شاء الله طيبة. الحمد لله. العلاقات الاجتماعية، الأسرة، أمي وأبوي، خالتي، عمتي، هاي بعد بالإشارة احنا بنعرف شلون نتعامل مع المحيطين فينا إذا كانوا أكيد من هذه الفئة اللي يمكن لها كل الحب والاحترام واللي لهم حصة في شمس البحرين. فببساطة بسهولة ببساطة ببساطة أرجوك أرد علي أنا شو مجهزت لنا اليوم؟ أول شيء مثل ما قلتي الكلمات الخاصة بالأسرة أو العلاقات الاجتماعية بتكون هو جزء مهم في التواصل الأصم، لأن الأصم أكيد هو من ضمن محيط الأسرة، من ضمن محيط المجتمع، فنحتاج حق هذه الكلمات اللي شلون إحنا نتواصل، تعتبر هذه من الأساسيات لغة الإشارة. يعني الحين بنبتدي بإشارات إشارات الأسرة، هذه الأسرة ما دائرة ولا؟ أيوة هذه الدائرة، هذه إشارة مو على وراء، لا من جدا
ايوه هذه اشاره الاسره. زين الحين اللي نقول اول فرد في الاسره، من اول فرد في الاسره؟ الام. الام هاي ام، هاي اشاره الام مع حركه الشفاه نقول ام. نقولها ام. ام ام. والاب اشاره الاب، يعني سويت شيء ما كذي، انا سويت كذي. هي قالت ام الف من عندها سويت اب، سويت ام بعد سويت اب، ما ادري يعني جت الموضوع بشكل بريء. وين بصت في الموضوع على روحي؟ اب. اي هذه اشاره اب. اللحيه لا يمكن. هذه اشاره اب. صدق اي والله. هذه اشاره الام. فعلا على الاقل حفظت. هذه اشاره الام وهذه اشاره الاب. انزين الاشاره الاخ او الاخت، اول شيء احنا بنفسرها بنخليها شويه بسيطه. اي شيء اشاره الخاصه بالبنت تكون هذا اشاره البنت. شعر؟ اي هذا اشاره البنت. والولد؟ ولد. شنب. هذه بنت وهذه ولد. اذا قلنا مثلا ابنه او ابن، فشو يصير؟ هذه اشاره الابن. أوكي. باليدين. ابن. كذي. إذن إذا ابن شو نسوي؟ يقول ابن ولد. من حد الجنسة. ابن بنت. وزين وإذا البنت تكون بهذا الشكل. يعني مثلا يكون واحد يسأل مثلا سؤال، أنت كم عندك عيال؟ يقول مثلا أنا عندي اثنين ولد وبنت. ما شاء الله سوي ما نقدر نسوي. شفت شلون؟ طريقة لأن احنا نتعلم ذي الكلمات علشان احنا نتواصل معاهم يكون بهذا الشكل، فهذه إشارة الابن. احنا نحددها إذا كان البنت او رجل، هاي رجل وهذا البنت. انزين الحين اذا قلنا الاخت او الاخو، اشاره الاخوه هذه. اذا قلنا اخت شلون بنسويها؟ برافو على شيماء. اذا قلنا الاخو نفس الشيء. اخوي. اوكي بس كله مربوط بحركات، والحركه الثانيه هي بالضبط، يعني يكون نفس الاشارات المركبه. يعني هاي اشاره الام. هذه اشاره الاب، هذه اشاره الاخو، هذه اشاره الاخت، الابنه والابن. حلو الكلام. زين الحين شايف الجد. جد. الجد نشايب. زين جد. الجده والجده. جده. يعني مساعد كذي كذي طلع في شيء بسيط. من الاشياء الظريفه اللي تصير في الدورات لين اسال متدربين اقول لهم شنو اشاره مثلا جد جدي، فيسوون لي يعني فما نقول جد يعني انه اجدادي اللي قبل، فهم يسوون لي بهذا الشكل. فمن المواقف الظريفه يعني ان كل واحد ساعات يتفاعل مع لغه الاشاره، يالف يتوقع ان هي مثل ما انت سويتي بهذا الشكل بالضبط. زين عبير اليوم سهل اكيد مروا عليك اشخاص نبي نعرف شلون تعاملها ويا الاسره، والاسره شلون تعاملت وياها، شلون نفس ما ذكرنا ذيك المره الاسره تعلمت لغة الإشارة علشان الابن أو البنت. أتوقع يمكن هذه من الأساسيات اللي لازم يبتدون يعرفونها في البداية. يعني الأسرة إذا صار عندهم ابن أو شخص أسم فمعناته بيصير عندهم تحدي. أحياناً يكون الأسرة يكون بالوراثة يكون في كذا شخص مثلاً يكون من الأشخاص الصم، أحياناً يكون الابن أسم ويكون الأبو أسم أو الجد أسم أو صح. فيصير عنده ممارسة لغة الإشارة يكون أسهل بكثير إذا انولد شخص أصلاً في وسط عائلة متكلمة. فهني بيواجهون تحدي، يعني نفس زوجي أصلاً فصار وايد عنده صعوبة في البداية مع أهله، فحتى سألتهم شلون تعاملتوا عندكم أحد أصلاً؟ قالوا لا ما عندنا أحد أصلاً إلا هو. قلت لهم شلون تعاملتوا معه؟ فهم اخترعوا الإشارة بين بعض عشان يتواصلون معه، فكانوا شو يقولون؟ ماما، وهني يقولون بابا. فيعني يحاولون ان بطريقتهم انهم يتواصلون، كان هذا وايد تحدي. فتحسين ان في حلقه مفقوده اذا صار عندنا طفل اصم او شخص اصم احنا ما نقدر نتواصل، بيكون وايد من الصعوبه، احنا ما نعرف شنو هو، شنو مشاعره، شنو احاطيسه، شو يفكر، شنو احتياجاته، ايش يبي ما يبي. فبهذا الشكل اذا انت ما قدرت تتواصلين له انت شنو تبين او ما قدرت تتفاهمين، يخلق شخصيا انفعاليه. فتشوفين على الاقل شيء عصب، تشوفين على الاقل شيء ليش؟ لان التواصل شبه معدوم. فلذلك احنا نتعلم من طلق تعليمنا حق اساسيات لغه الاشاره او الاشياء المهمه في لغه الاشاره يسهل علينا التواصل معاهم، نفهم هم ايش يبون. فنرجع الحين حق مثلا الاسره، الحين قلنا هذا الام وهذا الاب وهذه الامور مهمه. اذا مثلا اشاره الخال كنت بسالك العم، العمه، الخال، الخال، خال، يعني كل حرف الخاء خال، والعم عم، حرف العين عم،
فمثلا احنا الاشارات اللي نحتاجها في العلاقات الاجتماعيه، مثلا زوجتي او زوجي، هاي الزوج او ساعات بعضهم يسوون هاي الزواج، بعضهم يقول هذا الزوج انه يدل على الخاتم. اذا طلاق اوه قط الخاتم، قط الخاتم عصبه قط. فيعني هذه الاشارات مثلا خاطب يعني مملوش عليه او خاطب. انزين مثلا اشاره صديق، هاي صديق يعني وايد اشارات ترى بديهيه يعني احنا نستخدمها بكلامنا بالضبط. يعني هاي اشاره صديق او بعضهم يسوونها بهاي الشكل، بهذا الشكل او بهذا الشكل، ترى كلها يعني توضح نفس المعنى. انزين الحين نقول شلون نرجع لنفس الموضوع، ليش احنا نحتاج مثلا بعض الكلمات الخاصه بالاسره؟ مثلا يك اسم يقول لك انت شنو اسمك، مثلا بدرقه. زين شنو اسم ابوك؟ فتقول له محمد، بدر محمد صح. ها محمد، يقول انا ابوي اسمه محمد، يعني يكون بهذا الشكل. محظوظ اسمه بسيط، وحتى ابوه اساميه مكرره شيء لا محظوظ يعني انا ولا واحد له علاقه في الثاني. اللهم لا حسد، اللهم لا محظوظ. حتى على الاسم حاسدين. الحين اسمه بسيط ثلاث حروف واسم ابوه حروفه مكرره. الحين عدى هو ناسي ولا الحين؟ يلا بدر. بدر برافو عليك. احنا المره الجايه الاربعاء الجايه ابي اسامي عماتك وخالاتك هني. انت عارفه اسمك اول؟ لا ما ابي انا خلاص. اي فهذه احنا من الاشارات اللي نحتاجها في التواصل، لان مثل ما قلت لكم الاسم هو جزء لا يتجزا من المجتمع. فاحنا من واجب ان احنا نتعلم هذه الاساسيات علشان نرجع الصم الى احضان المجتمع، نحتويه. يعني مثل ما قلت لكم اذا الاسم ما قدرنا احنا نوصلها بالاشارات اللي المتعارفه عليها، احنا نقدر نوصلها باي طريقه، الايحاءات مثلا، بالكتابه، باي طريقه. فهذا يسهل علينا هذه المهمه. فالدمج مسؤوليه مجتمعيه علينا جميعا. فهذا اليوم الاشارات الخاصه بالاسم. يعني عبير في النهايه انا وايد فخور امانه بهذه الفقره، ما ادري ايش كثر هي موجوده في التلفزيونات الباقيه، بس يعني هذه الفئة مهم ان احنا. انا فخورة ان انت يعني فعلا لبيتوا هذه الدعوة، لبيتوا ان تتبنون هذه الرسالة المهمة جدا، لان الحين يستانسون الصم يقول لك وحين انه مترجم عبير، الحين يسمونك للخدود يعني. فكل مترجم عبير الحين بتطلعوا يعني هم يستانسون، يحسون ان لغتهم قاعدة تنتشر بشكل اكثر، يصير في قبول اكثر، الناس قامت تحب لغة الاشارة. احنا نتكلم عن ثقافة لغة الاشارة قبل والحين. بالعكس يعني مو بس المجتمع المدني، حتى احنا نشوف الجهات الرسميه متبنيه مثل وزاره الاعلام، الكل قطع شوط كبير جزيلا يعني ايه. مثل ترجمه التلفزيون، الاخبار، اداره الاخبار، شكرا لهم. برنامج شمس البحرين هاي بالعكس مثل ما تقول خطوه جدا مهمه. احنا نتمنى ان باقي القنوات او باقي ان يتبنون نفس هذه الخطوه، ونشجع الشباب على تعلم لغه الاشاره. ان شاء الله عبير، ان شاء الله يعني مشكوره، ونشوفك الاربعاء الجايه. ننتظر الاربعاء الجاي ايش عندنا ان شاء الله. راح نروح المطبخ. شكرا عبير ويحفظك.